أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
وَمَا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب لكنه والله ربي ولا أشرك بربي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء صدق الله العظيم.